لقد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ أصحيح ما رواه بعضهم عني وعنك؟ أم ترى ما زعموا كذب وبهتان وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري. قلبي لحيفا مرتهن، إن لم تكن حيفا فمن؟ هي قبلة البلدان، في أحضانها يحلو الوسن لكل مغترب، لكل لاجئ، لكل من هجر من حيفا، عروس البحر، عروس الشمال، عروس الكرمل. تابعونا في هاي الحلقة المميزة. أنا عائد إلى حيفا، عائد إلى مكان الروح، عائد على جناح الطير أو عائد على صاروخ. أنا عائد إلى حيفا، عائد إلى مكان الروح، عائد على. بحسب وكالة الغوث في فلسطين، 6 ملايين لاجئ فقدوا أراضيهم، فقدوا منازلهم، أحلامهم وطموحهم وذكرياتهم. إلا أنه في هاي الفقرة بدي أوجه لكم رسالة: احتفظوا بمفاتيح العودة، لأنه الأمل لاسترجاع أرضكم وحقوقهم لسه موجود. مشاهدينا، وصلنا بيت المحامي علي رافع. المحامي علي قدر انه يسترجع بيت كان بيعود لعائلة فلسطينية، الا انه استولى عليه الاحتلال في عام 1948. اهلا وسهلا فيك عمو. اهلا في حضرتك يا ميت مرحبا. بدي تحكي لي عن تفاصيل هذا البيت اللي احنا قاعدين فيه هلا، كان بتبع لعائلة فلسطينية الا انها هجرت في النكبة، وللاسف الشديد ما تمكنت من انها تعيش في هذا البيت من بعد النكبة، وسكنوا عائلة يهودية. في 48 الذين كانوا في حيفا من العرب اكثر من 70,000، وهجروا وغادروا البلاد إلى الشتات، فبقيت بيوتهم وبقيت أملاكهم وبقيت محتويات البيوت أيضا فيها. وإحنا صرنا يعني العرب اللي إجوا من القرى، كثير من أهل حيفا هن من القرى إما المجاورة أو من الجليل، فسكننا هون، صرنا نشتري هذه البيوت ونسكنها. وأنا يعني كنا دائما نأكد لأبنائنا وبناتنا إنه هذا البيت مش إحنا اللي عمرناه، هذا اللي عمره شخص اسمه أحمد أبو غيدة، وكان ساكنه وعيلته، سكنوا لفترة قصيرة جدا. يعني البيت عمر بال36 لل48 يا أبو 12 سنة تقريبا. ما قدروا لا يفرحوا فيه ولا يتهنوا، لا فرحوا ولا تهنوا مثل غيرهم. يعني في كثيرين اللي هجروا للأسف الشديد تمنوا لو بقيوا في البيوت واستشهدوا فيها. كان مهم جدا أن نروي قصة هذا البيت، وكيف أن بنتي الإعلامية المميزة نضال علي رافع تواصلت مع أصحاب البيت، كان إلهن ابن اللي سكن هون اسمه فؤاد أبو غيدة في لندن، زارته في لندن، وزارت بنت أخوه أيضا في واشنطن، وقدرنا نحصل على عناوينه، وبعدين دعيناه لهون، وإجا في مناسبة الذكرى 50 لهجرتهم من البيت، وعملنا له هنا احتفال، وأنا سلمته في منظر الذي لا يزال يعني يذكره الناس، سلمته مفتاح البيت وقلت له: أنت يعني هنا استقبلتني لعشرات السنين، أنا بعيد إليك بيتك. وهيك أنا بفهم حق العودة، أن يعود الإنسان إلى البيت الذي هجر منه. عمو علي، تم توثيق كل هاي الإجراءات طبعاً من خلال فيلم شارع عباس 36. عندما رآني كيف أنا محافظ على البيت، فؤاد بكى وقال: أنا سعيد أنك أنت اللي موجود في البيت ومحافظ عليه ودائر بالك عليه، مع أنه أنا بعيد عنه وبقدرش أرجع له. قلت له: متى أنت بتستطيع ترجع؟ أهلا وسهلا. قديش حلو أنه أنت تسكن بيت كان لعائلة فلسطينية، قديش هاي الشغلة مميزة، حتى لحجارة البيت زي ما هي، البلاط نفس ما هو، يعني حتى بتلاقي أنه الريحة والدفء موجودة زي ما هي في البيت. هذا ما حاولنا أن نحافظ عليه، حتى الأبواب المداخل ما تزال هي نفس الأبواب،
والشبابيك نفس الشبابيك. ما غيرت إشي. ما غيرنا، وهذا كان من إصرار المرحومة زوجتي سارة أم مهند، اللي كانت دائما تريد أن يبقى عبق التاريخ وتؤكد للأبناء والبنات أن هذه الدار من عمرها لم يسكنها. بدنا رسالة منك عمو لكل اللي هجروا من حيفا، لكل اللي تركوا أراضيهم وبيوتهم، في أمل إنهم يسترجعوا بيوتهم وأراضيهم في يوم ما؟ أنا أعتقد إذا كان هناك إمكانية أن يعود اللاجئون، ولا عودة عن حق العودة كما نقول، يجب أن يعودوا إلى بيوتهم وإلى دورهم التي هجروا منها. نحن على استعداد أن نسلمهم المفاتيح عندما يعودون، ونردد دائما أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. يا طير خذني على الوطن واتيني، كحل عيوني بشوفة فلسطيني. خذني على حيفا، خذني على هدارة، واتيني عالكاش طقنا لأسوارة. مشاهدين، انضملنا في هاي الجولة رئيس نادي حيفا الثقافي الأستاذ فؤاد نقارة. طبعا رح يحكي لنا هو والمحامي علي رافع عن وادي النسناس، واللي هو يعتبر من أكبر وأعرق الأحياء العربية في مدينة حيفا. فلسطينيين فلسطينيين فلسطينيين، وحنا نحميها البلاد. وادي النسناس كان عبارة عن اللي بيسموه جيتو، اللي هو جمعوا العرب هون، وإجت الناس على بيوتها لقت إنه في عيلة يهودية قاعدة فيها، وكان صعب إنهم يفوتوا وصعب إنهم يدخلوا. هذول الجماعة يعني انتقلوا من شارع لشارع، وبعدين يعتبروا غائبين حسب قوانين الاحتلال. بيت أحمد دحبور هو العمارة الجديدة اللي عم تبنى للأسف الشديد على أنقاضه. هدم البيت قبل سنوات، واليوم عمالة تقام عليه عمارة جديدة. أحمد دحبور كان مسكون في حيفا عندما جاء وزارنا قبل سنوات 2016 على ما أظن، وكرمناه في حيفا. كان يمشي ويلمس الحجارة والبيوت، مش مصدق إنه هو إنه فعلا بحيفا. سألته مرته: أنت عمال تتحسس على الجدران ليش؟ قال: حتى أحس وشم أنا رائحة البيت ورائحة الحي اللي أنا ولدت فيه. طبعا كمان عمو عشان إحنا نوضح للمشاهدين، أحمد دحبور هو أحد الشعراء الفلسطينيين، وهو أحد أعمدة الحركة الثقافية الفلسطينية. وإحنا مشاهدين كمان راح نكمل هذا المشوار، والآن بدنا نكون معك أستاذ فؤاد. يعني أستاذ فؤاد، الاحتلال للأسف بحاول إنه هو يختلق البديل من أجل تثبيت وفرض واقع في الأحياء العربية كمان، فبيحاول كمان يغير أسماء الأحياء العربية هاي ويستبدلها في أسماء أخرى. هذه المنطقة إلى تاريخ حافل. إحنا بالصدفة واقفين قدام مكاتب ريت الاتحاد اللي تأسست بال 1944. إحنا بحاول يغير صورة المكان واسم المكان، ويغير الجغرافيا، ويغير له حتى أسماء وعادات وتقاليد وأكل وأغاني، هذا معروف، ويستولي عليها ثقافيا وسياسيا. مثلا اليوم في معركة بحيفا على حي وادي جمال. حي وادي جمال أطلق عليه اسم عين هيام، يعني عين البحر. قاموا اللافتة اللي مكتوب عليها وادي جمال وحطوا بالعربي عين هيام. في اليوم حرب بلدية حيفا لإرجاع اسم عين وادي جمال بالعربي على الحي، مبدئيا لأنه احنا ما بنتنازل عن الاسم هذا، وهذا حقنا طبعا. الآن وصلنا إلى أحد أقدم الأسواق الحيفوية القديمة. بحب أطمنكم إنه هالحي هذا معظمه من السكان الفلسطينيين الأصليين، والتجار كمان الفلسطينيين، وما يقارب 35 ألف نسمة موجودة في حيفا هم من الفلسطينيين والسكان الأصليين. وصلنا لعند حدائق البهائيين اللي بتتوسط مدينة حيفا.
الكل أول ما يوصل مدينة حيفا بتوقف لياخد صور تذكارية في هاي المنطقة تحديداً، بس إحنا بدنا نعرف عن تاريخ هاي المنطقة. شو هي هاي الحدائق ولمين هي وشو تاريخها؟ حدائق البهائية هي تابعة لطائفة البهائية، أسسوا دين عالمي جديد بيعتمد على الجمال وعلى الطبيعة وعلى التأمل، وهي الحدائق بتعبر عن مفهومهم بالنسبة للجمال وبالنسبة للتأمل. طبعاً يتوسط الحدائق اللي بحيفة هون ما يسمى قبة عباس، وهي قبر عباس أفندي اللي له تنسب الديانة البهائية أو أحد أبناء مؤسس الديانة البهائية. هدي يا بحر هدي، طولنا في غيبتنا، ودي سلامي ودي للأرض اللي ربتنا. يا بحر هدي، الموج فيك احبابنا، يا بحر هدي، الموج فيك احبابنا. سلم عبلادي، تربة أهلي وجدادي، وبعد العصفور الشادي بغرد. أستاذ فؤاد، لما نجيب هيك سيرة الصيد منلاقي وجهك مبتسم ومبسوط كتير، وفي عندك معلومات قيمة كتير بتكون بدك تحكيها وتشاركها. خلينا نشارك المشاهدين بالصيد في حيفا. كيف الصيد في حيفا؟ طلع سمك بالصيد ما طلع سمك، هذا مش مهم، المهم انك انت رايحة على الصيد، النفسية تبعتك وانت تحضر وانت مهم النية، مش مهم ايش يطلع في السلة، بيطلع ما بيطلع مش مشكلة، بنط الواحد على المسمك بيجيب سمكتين وبيجي. بس اليوم السمك خفيف مش زي اول، اول كنا يعني تبقى الغلي احسن، ولكن المتعة هي متعة، واللي ما بيعرف متعة الصيد يعني ما بيقدر يشعر معي، إنما الصيادي بيعرفوا المتعة. حياتنا اللي إحنا عايشينها هون كمجتمع، عايشين على شط البحر متمتع فيه، وفعلاً اللي عايش على شط البحر بشوف الغروب كل يوم وبشوف الموج هو إنسان محظوظ. يعني أنا بدي أشكركم كتير على وجودكم معنا، المحامي الأستاذ علي رافع وكمان الأستاذ فؤاد نقارة، يعني شكراً كتير لإلكم. وإحنا مشاهدين، أنا هلأ بصراحة بدي أترككم مع هاي المشاهد الخلابة اللي موجودة بشاطئ حيفا. يا رايح صوب بلادي، دخلك وصل لي السلام، بلغ أهلي.